من بغداد ويا أنس يوسف. أنس استطلع لنا رأي الناس، شي يريدون الناس. حياك الله. حياك الله أستاذ أنور، نتواجد بمقهى التتنشي منطقة الكار قرب جسر الشهداء. ويا زلمة هنستطلع آراء المواطنين ونشوف احتياجاتهم شنو. السلام عليكم. عليكم السلام. احنا برنامج استوديو التاسع الآن، أنت على الهواء مباشر بالبرنامج. كمواطن اليوم أنت شنو اللي تحتاجه؟ والله يعني حالي حال كل المواطنين. نعم. هو أهم شيء يحتاج المواطن، أهم شيء الخدمات الأساسية. نعم. الأساسية معروف أنه كل يعني حياة يعني شلون مثل ما نقول يعني شارع مبلط. نعم. مثل أمان. نعم. أنا من نطلع الدار تكون مأمن على روحي. نعم. كل عائلتي من نرجع يقولون هذا صدق راح ورجع، هاي قاعد افتقدها صراحة. يعني من تطلع من بيتك لحد الدار أنت مأمن، ثاني يزمك ازدحام، دائرتك ما تعذر، وزيرك ما يعذر، ازدحام بالشوارع. تعرف شنو الازدحام؟ تعرف شنو اللي سببها؟ ترى سببها لا كثرة سيارات ولا طيب ولا طرق، لا شوارع ما معبدة. لا طسة توقف بين الساعة، هي ترى مو تراها مو مطالب مطالب يعني هاي. يعني ولا حقوق، هاي ترى هي من زمن صدام، مو هسه مو جديدة. هاي الطسة والازدحام والشوارع المنبلطة والمدارس اللي مفلشة ترى مو جديدة، موضوع قديم، وذول مشوا على نفس المنهج على الموضوع القديم. إذا شنو اللي يحتاجه؟ اللي يحتاجه يحتاجه المواطن كل شيء يحتاجه. تدري ليش كل شيء يحتاج؟ لأن أنت عندك قاع تبنيها، تحتاج بها القاع تبنيها. كل شيء تحتاجه. فالمواطن كل شيء يحتاج، شو يجيب بالك المواطن محتاجه، شو يجيب بالك المواطن محتاجه. يحتاج نقل، يحتاج راحة، يحتاج يعني قلت لك يعني قاع جديدة وتبنيها، كل شيء تحتاج. للطابوقة، للإسمنت، الحديد، للعامل اللي يضبط هالشيء. خلينا نشوف رأي الحجي. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا يا أهلا مرحبا. احتياجاتكم اليوم أنتم منطقة كرخية، منطقة بغدادية قديمة، شنو احتياجاتكم؟ والله احنا احتياجاتنا يعني احتياجات بسيطة، هي مو مستحيلة يعني، واحنا أبسط الاحتياجات هي ما متوفرة يعني. يعني أول شيء يعني تعيينات للطلبة الخريجين، ماكو تعيينات. يعني هذا طالب يدرس 18 سنة 20 سنة وبالتالي يطلع بدون تعيين، فتعبه وهذا يعني يروح. احتياجات عندنا الطرق يعني تعبانة بشكل، ازدحامات الشوارع مزدحمة بشكل مو طبيعي، ونحتاج يعني شوية رواتب التقاعد، هم شوية يدير بالهم على المتقاعدين، على الرعاية الاجتماعية، وخلي الناس يعني احنا احتياجاتنا مو صعبة. هو هذا الرائد المواطن، رائد علاقته بالضبط. يعني المواطن شو يريد؟ يعني يريد أبسط الأشياء، هي أشياء مو مستحيلة يعني على الدولة أو الحكومة مو مستحيلة، بس مدى نشوف أكو تطور يعني. يعني ولا احنا عندنا مقومات كدولة، أي دولة مجاورة إنا ما نروح للدول البعيدة، هذا اللي نطلبه يعني.